السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نشوفوا نقط تقاطع منحنى دالة مع محوري الإحداثيات. محوري الإحداثيات هما إكس إكس فتحة اللي هو محور الفواصل، إيكغيك إيكغيك فتحة اللي هو محور التراتب. أولا نشوفوا نقط تقاطع سي إف مع محور الفواصل. باش نفهموا نديروا مثال. عندنا مثلا اف لي اكس تساوي اكس زائد واحد، هذه دالة اف لي اكس تساوي اكس زائد واحد. دروك نحاولوا نجبدوا نقط تقاطع منحنى تاع هذه الدالة مع محور فواصل، يعني حسابيا ماشي بيانيا، بيانيا تكون واضحة، بيانيا تكون كيما هاكا. عندنا هذا المنحنى تاع الدالة اكس زائد واحد، هي الدالة التألفية، تسمى اف لي صفر هي واحد، و اف لي واحد تكون هي اثنين، يعني هذا محور المنحنى تاع الدالة. بيانيا سهلة، تقول له هذه هي نقطة التقاطع، تقول له هي النقطة مثلا أ صفر، عفوا ذات الإحداثيات ناقص واحد صفر، هذه بيانية. بصح حسابيا شدير تروح تحسب اف لي اكس تساوي الصفر، يعني تحسب هذه المعادلة، معناتها تجبد الحلول تاع المعادلة، يعني الجذور حلول المعادلة تاع اف لي اكس. كيما هنا المثال تاعنا شحال تولي؟ تولي اكس زائد واحد تساوي الصفر. معناتها اكس تساوي ناقص واحد، هاكا نكونو جبدناها حسابيا. فهمتوا؟ هذا بالنسبة للتقاطع مع محور الفواصل. كي يقولك مع محور التراتيب، مع محور التراتيب بيانيا فاني سهلة، تقاطع تاع سي اف مع محور التراتيب هو هنا، باسكو هذا محور التراتيب وهذه سي اف، يعني هي النقطة نقولو مثلا بي ذات الفاصلة صفر واحد. فهمتوا؟ هذه بيانية. حسابيا كيفاش؟ حسابيا تروح تحسب اف اللي صفر. فهمتوا؟ معناتها نقطة التقاطع سي اف مع محور التراتيب هي النقطة ذات الإحداثيات، سموها بي، ذات الإحداثيات صفر و اف اللي صفر. فهمتوا؟ مع محور الفواصل شنو هي؟ شنو قلنا؟ هي نقطة تقاطع، هي الحلول تاع المعادلة التي فاصلتها صفر، عفوا التي فاصلتها إكس وترتيبتها صفر. فهمتوا؟ يعني الحلول تاع المعادلة مع محور التراتيب هي صفر فاصلة والترتيب إف لي صفر. معنتها شنو نديرو هنا؟ إف لي صفر شنو تساوي؟ صفر زائد واحد وتساوي واحد، معنتها هي النقطة صفر واحد هي هنا. هذه نورمالمون واضحة. هذا بالنسبة لتقاطع منحنى مع محوري الإحداثيات، محور الفواصل ومحور التراتب.